أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول توقيع إعلان المبادئ بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز آدم الحلو بجوبا الأحد. ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف السيد النور صالح البادل حاكم إقليم جبال النوبة عن الحركة الشعبية للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البداية حدثنا عن ردود أفعال جماهير الحركة الشعبية هناك وانطباعها لتوقيع إعلان المبادئ. أستاذ أمين، بخصوص انطباع الشعب بالإقليم حول توقيع إعلان المبادئ الذي تمت بالأمس بين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والحكومة الانتقالية، هي خطوة صحيحة للوصول إلى السلام الشامل الذي يعالج أزمة السودان منذ الاستقلال. لقد عانت السودان من ولادة الحرب نتيجة لتعنت الأنظمة الحاكمة وربطها للحلول الجذرية للمشكلة السودانية، مما أدى إلى تفاقم المعاناة للشعب السوداني. وبتوقيع على إعلان المبادئ يكون الشعب السوداني أقرب إلى إنحاء لكافة الأزمات السودانية بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل. لقد رحب الشعب الإقليم جبال النوبة جنوب كردفان بكافة مكوناتها الاجتماعية بتوقيع، ونتمنى أن تتوفر الإرادة السياسية لحكومة السودان أو الحكومة الانتقالية للوصول إلى اتفاق السلام الشامل في البلاد، ويعم السلام إن شاء الله في كل أنحاء البلاد. بالنسبة للانطباعات بتاعة الناس كلها حتى في الخرطوم، أنا شايف انطباعات كانت كويسة. كل الانطباعات بترمي إلى أن الاتفاق على هذا المبادئ بعالي حاجات كثيرة جدا. أنا أفتكر دي المشاكل الحقيقية اللي طرحته، البنود اللي طرحت في إعلان المبادئ، أفتكر دي جزء المشكلة الكل اللي خلت الناس كلها جنوب اتمردت وشالت السلاح. على التوقيع على هذا الاتفاق إنه ريح الشعب خالص، إنه أفتكر أخذوها خطوات إيجابية نحو السلام، وأتمنى إنه بكل إرادة حقيقية تكمل وتحقق السلام الشامل إن شاء الله. يعني هل تتوقعون حريات أوسع في البلاد بتوقيع الاتفاق النهائي بين الطرفين، خاصة في الحريات الشخصية والدينية؟ نعم نعم أكيد، لأن المبادئ خاصة في البنت بتاع العلمانية، أنا أفتكر حيمنح حريات طويلة جدا، إن فصل الدين عن الدولة هو يعني إعطاء حريات كاملة لكل شخص موجود في الدولة السودانية يعبر عن رأيه عن حقوقه. فلذلك هيكون في تغيير حقيقة إذا إنه الناس مشت في الطريق ده. طيب نور صالح، يعني هناك بعض الانتقادات للاتفاق خاصة وسط الإسلاميين بحجة أنه البرهان لا يمتلك حق التفويض في مثل هذه المسائل، يعني زي فصل الدين عن الدولة وما إلى ذلك. كلامك شنو في الحتة دي؟ أكيد الإسلاميين طبعا هقولوا أي شيء بيرمي لمصلحة الشعب السوداني للحقوق الكاملة للشعب السوداني، وما حقبلوا طبعا ما حقبلوا إنه النظام كان قاعد في السلطة لفترة 30 سنة مارس كل الممارسات الصعبة للشعب السوداني. لما انتقد الشعب وغالوا من السلطة أكيد طبعا ما هيكون مرتاح، وأي وضع تاني ما هيقبلوا طبعا هيشوشوا. فأنا بقول النتيجة بتاعت البرهان يمكن هو كان شجاع. بعض من السياسيين والمحللين سيد النور يرون أن المشاكل تكمن في التفاوض وليس إعلان المبادئ، فهل تتوقع أي عراقيل في سير التفاوض بين الطرفين إذا ما الطرفين استأنفوا التفاوض؟ أكيد طبعا التفاوض ليس مبادئ، أكيد بيكون في حاجات طبعا ما من السهولة أن الحاجات يعني بتمشي سوا، بيكون في عراقيل في بعض البنود. يعني زي ما تعرف الناس كتار جدا ضد العلمانية، زي ما قلت النظام البارد تحديد،
آخرين اللي بينتقدوا النظام الألماني بيكون أكيد بيكون عندهم سوء نية في التفاعل أكيد مع الرؤوس بتاعت الدولة. وبدأوا أكيد كل شعب السوداني أو كل شعب متفاعل بخطوات. ما هي البنود التي تمثل أولوية بالنسبة لكم يعني في الحركة الشعبية في التفاوض إذا استأنف الأطراف التفاوض؟ زي ما تعرف إنه الأسباب بتاعت الحريب نادلت إنه في قضايا أساسية مثل التحميش، عدم التنمية المتوازنة، وبراجل كثيرة جدا جدا فيها وسط الحريات العامة، قضايا الهوية. لكن أولويات الناس بتنظر للتنمية العامة في الإقليم، مشاكل المياه، تعليم وصحة وأي شيء آخر تحتاج في الإقليم. هل نتوقع انفراج وشيك في حرية الحركة والتنقل وانسياب المساعدات الإنسانية بين مناطق سيطرة الحركة والحكومة في الإقليم؟ زي ما شفنا في الفترات السابقة يعني في تقييد لحركة تنقل المواطنين وانتقال ونقل البضائع بين مناطقكم ومناطق الحكومة، يعني دي ممكن تكون كحسن النوايا بين الأطراف. أنا أفتكر الاتفاق إعلان المبادئ لإعلان السلام، إنما دي خطوات نحو السلام. بعد إعلان المبادئ الناس ترتب تخش في المفاوضات، وبعد ده المفاوضات فيها بنود تتناقش بما فيها الملف الإنساني. فبالتالي أي خطوة جيدة هي بتحسم عبر المفاوضات في ملفات ثانية، في ملفات سياسية، في ملفات أمنية، هذه بتحسم عبر المفاوضات والسلام ومحص. في بعض المخاوف يعني من مكونات الولاية بأن الحركة يمكن أن تنحاز لمكونات بعينها، يعني أنتوا بتقولوا شنو بالنسبة للنازل في الإقليم؟ أبدا الحركة الشعبية دي حركة قومية وليس حركة منصورية، دي حركة لكل المجتمعات الموجودة في كردفان بما فيه المصرية والفلاتة والبربو وأي زول يقطن في جنوب كردفان. الكلام بتقال إنه الحركة الشعبية وحركة منصورية ده سياسات نسام البايت، وهو فتن المجموعات العربية جدد الحركة الشعبية. هناك حركة شعبية، إحنا من العادل من أجل أي إنسان موجود في جنوب كردفان سواء كان مستيري سواء كان حازمي بلاتي ولا أي زول موجود هنا حقه محفوظ، فما نادلنا من أجل قبيلة معينة. رسالة أخيرة النور صالح. المشاكل الموجودة في السودان هي معروفة، زي ما بتعرف إنه النظام البايد قاعد بسلطة 30 سنة كتم كل الحريات من الشعب السوداني. وبالتالي القضايا الأساسية اللي طرحت في إعلان المبادئ أفتكر كل السودانيين بيعانوا من هذه المشاكل. فإذا إنه الحركة الشعبية قدرت طرحت ولقت مخرج هذه المشاكل دي، أنا أفتكر كل سوداني اللي فعلا اللي كان عايش بتحميش بيشعر نفسه الان هو حر. الرسالتي الاخيره انه البرهان رئيس الحكومه الفتره الانتقاليه هو بدا مشوار جميل جدا، ابتداء برضه من حمدوك رئيس الوزراء في 3/10 هو بدا مشوار جميل جدا، ويبقى حاليا الحكومه الانتقاليه مشت في خطوات ايجابيه نحو السلام، ونتمنى انه يكمل المشوار يكونوا خففوا او يعني ازالوا المعاناه من الشعب السوداني تماما. اتمنى انه بيكون في اراده شعبيه لنقاش حقيقي وفي انخراط في المفاوضات ويجيب السلامه الحقيقيه للسودان ان شاء الله. شكرا لك السيد النور صالح البادل حاكم إقليم جبال النوبة جنوب كردفان عن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا أستاذ أمين، تحياتنا للناس. وأيضا الشكر للمستمعين الأعزاء وإلى اللقاء.